مين منا ما بيحب لعبة المونوبولي؟ بس شي مرة سألتوا حالكن من وين اجت هاللعبة؟ بالحقيقة صاحبة فكرة هيدي اللعبة اسمها ليزي ماجي، اخترعتها سنة 1903 وسمتها بوقتها The Landlord's Game. أما الهدف من هيدي اللعبة فكان استعمالها كأداة تعليمية بهدف توضيح فكرة أنه احتكار الأراضي تودي للفقر وعدم المساواة. وما حققت هيدي اللعبة نجاح تجاري بالفترة الأولى من بعد إطلاقها لحد سنة 1930 لما حصل عليها شخص اسمه تشارلز دارو يلي عدل عليها وباع على شركة أمريكية بتصنع الألعاب اسمها باركر براذرز. واختلفت الآراء بوقتها حول حق تشارلز بالتعديل على اللعبة بسبب الملكية الفكرية اللي بترجع أساساً لليزي، إلا أنه شركة باركر براذرز اشترت الملكية من الطرفين وغيرت اسم اللعبة وصار مثل ما بنعرفه اليوم بالمونوبولي. ومن بعدها حققت نجاح كبير ومبيعات خيالية حول العالم. ومن بعد ما كانت هيدي اللعبة أهدافها تسقيفية تحولت للعبة تسلية ومنافسة بين الأصحاب وأفراد العائلة.